الفحم، بس الفحم اللي انا بعد ما اشوي او اجيب مثلا قطعة من الفحم واحطها على البوتاجاز وهسيبها لحد ما تبقى تراب زي ما انتم شايفين كده، هاخد منه معلقة واحدة بالشكل ده من الفحم بعد ما بيخلص خالص، ده بيكون شكله طبعا. اما تاني حاجة بقى احتاجة معايا وهو خل الطعام اللي انا بستخدمه في الاكل، هاخد منه معلقتين اتنين من الخل، اي نوع طبعا من الخل، هبدأ اضيفهم كده وهبدأ بقى اقلب بالشكل ده، وده بقى هبدأ ادعك بيه المكان اللي فيه شعر. هتتحطي كده في المكان وتبدأي تدعكي اي مكان فيه شعر، سواء هنا منطقة الشفايف او اي مكان عندك في الجسم فيه شعر، بيقلل نمو الشعر وبيخلي الشعر يغيب جدا على ما يطلع. انا عايزاكي تواظبي عليها، يعني كل اسبوع اعملي الخلطة دي، هتجيب معاكي نتيجة حلوة جدا، ازالة وتقليل للشعر. ما تنسوش بقى حبايبي ادعموني بلايك وكومنتات حلوة منكم عشان بتشجعوني. انتظروني فيديو جديد مع جيجي، كل حياتي، باي باي.